الحديث الأول غنم حديث كيف بيان كان عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوى ترجمة السيدي أي وقت تشكم يسي سيدي قربان مز أجل كان هو شيء حديث سيد مز حديث قارم شيء مطلب عبادة عشان مثلا إمام الشافعي كان بياني مثلا يتوشان إذا كان شكل علم حديث سيد إذا رأيت صاحبا من أصحاب الحديث إذا رأيت صاحبا من أصحاب الحديث اللي وشالت أنك حديث بارن بالو عند باسن وسكيت كأننا رأي زن وباسن أتوش صحابه مثلا كأي اللي مثلا يجيك مثلا حديث مش اللي متهمني بيان كلام عن أمير المؤمنين رواية كاس مثلا أمير المؤمنين أمير المؤمنين كيف مؤمنا هون أو كمران وانت انت آمد لقب كارن سيدنا عمر ابن الخطاب صلى استعمال امروش نظم دي لقب كان استعمال أمير المؤمنين وانت انت كيف نظم استعمال اور علماء کرام بیان کی یمزن اسنما الخلفاء الاربع زور خلفاء اصل شد وان دنیا اسند تر خلفاء سامو خلفاء نشان نقل کرنا اب آدم علیہ السلام پھر بن داؤد علیہ السلام اور ترین کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایشان خلیفہ ای باکن منو امیر عمر مسلمان حکمران تمن منو حکام تمن منو یعنی ملک بادشاہ منو تمن علی کل حال شبنا الخلفاء الاربع ایشی تمنان احمد شکرن پروا ایشی جائز ان امیر المؤمنین مسلمان ہن امیر أبي حفص كيف؟ أبو حفص كنيات إيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخني شنا حفصة إيش اللغة الترقيم كمان إيش يستهان شكرا أهندر إنه يقام وإن باش بيوان إنه يكون يات مثال عائشة ثمان مثال تعتني أرتمان النبي صلى الله عليه وسلم عائش أسمعون أيوش تعتني أرتمان أيدك شن كنا بيني خان دين تعتني شنا شو الله بيوان شنا تواش نيران زين باسويتي أنا نشتم وما تتعلم غلام النبي صلى الله عليه وسلم عائش يستعون إليه عاش حديث من المسلمة سامج يهان ذكور حفصة رضي الله عنها يهان تين البارسنر كيف يزانا أخطأ كان تحت يزان هل تين البارسنر حفصة رضي الله البارسنر يمزن شياشنا تمشون عنكي يس قرآن وسوس انتي حفصة كيشان رضي الله عنها عمر ابن خطاب سنس كويد نيشان تمشون عنكي جي قرآن سيشن صحيح قرآن إن أصل قرآن في ذنو الصحيح من الجرس نيشان مغر جسوري بيتل تهم حفصة فمشي يمان إيه إيش بقول لك أختار أجمع الفرشيس كرام الله بيو أبي حفص هون بعيني مول عمر بن الخطاب نيشو عمر رضي الله عنه إما كرام بيان يهجونا نبوز حديث سمعت نبوز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قرما وانريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنا إنما الأعمال بالنيات إيش يكشو عملاً هز بنياد نيتاً كتن وانما لكل امرئ ما نوى وبيشك انما ليس انما مراده صرف وصرف وبيشك بيشك صرف وصرف هي لكل حرئك حرئه ليس عموم فهذه الكثره امرئ ايش هذا الشخص نفر حرئك مرض كان شخص لزم شيء امراه شيء طبيعه يعني مؤنث لكل امرئ حرئك الشخص من كثره شيء ما ایکیسا یعنی اللہ جی ما مراد اللہ جی ایکیسا ما نوا نوا یعنی بھی مراد دے جو اس نے نیت کی ہر ایک انسان اچھتی ہی تم کیا کر نیت بڑا واننے کہ عملہ من دنیا کا سچے ایسا خبر ہے مر پتا واننے ہر ایک انسان ہی کیسا تم نیت کر تم اچھتی ہی احمد کرا بیان فمن کانت منی دست یہ آرہ اصول بیان کرنا منی دست مثال بڑا واننے اصول پر کیا واننے مثال کس کے لئے لکھو فمن كانت قتل انسان حجرته حجرت الى الله الله خلق القدر ورسوله كم تنجز رسول خلق القدر يعني هي حجرت الله خلق القدر بيت انسان يبشو يدرون قمسية مراد وبيت انسان فايزة مرتبط القدر فحجرته قتل حجرت الى الله الله خلق ورسوله بيت انسان رسول صلى الله عليه وسلم قد كرام يعني ومن كانت حجرته فسينس انسان حجرته لدنيا دنيا قدر يصيبها تعطى لنهيسي يعني في الدنيا خيره هويسل أصاب يصيبه سكري الدنيا هويسل تم في الدنيا كتر يعني سكري الدنيا هويسل أو امرأة يأكرن كن زنهن كتر ينكحها تم سكري نكا انسان دراكون جاي دراوبي كو جاي ام وجود كي اي كارب زن سن نكا يا كارب الدنيا كتر غاوية دنيا يكاح شوية كارن كتر تجار وغيرا تم كي اميلي فحجرته الى فسنتن هجرت شئ تسكن ما هاجر إلى يسكن تنكر هجرت
إذا هي لك سيكون يكون لبين ذلك فاتش أنا إمام مسلم رحمه الله كنا إنه بيان في إمام النووي لما رواه رواية كوري مرادي حديث إيه يكون رواية إمام المحدثين يكون إمام المحدثين محدثين وما ذن ضيو إمامه إيه إماما ثم ضيو من سكوري محدثين وضيو محدثين وضيو إمامه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردلي البخاري الجعفي إمام البخاري شو هنا وكنا بعدين محمد بن إسماعيل البخاري كيسان شامياد محمد مجلس كوسنا إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري كيف كنا بعدين ديكوري روايتين وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري إمام مسلم رحمه الله أمو ديكوري روايته عنده في صحيحيهما بين الدون صحيحا عنده سبوس مراد يعني بخاري مسلم كيف هما أصح الكتب المصنفة لما ينزل في كتابه تمام كتابه قطن سارقة صحيح حديث كاتب كيف سارقة زيادة صحيح كم كتاب يميز الكتاب كيف وشو يت حديث موارد صندر يسي يعني يم حديث موارد أجري شو يعني أزمة هي المنزلة حديث موارد صندر قصة أزمة حديث موارد صندر هي حديث موارد جد بعض الناس إمام أحمد بن حنبل كرى بيان مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث إسلام مش بنيات كذا حديثاً كذا ترين حديثاً كذا مطلب إمام بخاري كرى بيان أحمد بن حنبل يقرأ حديثاً حديث كتاب لكن بيمشوا إمام أحمد بن حنبل كرى حديث لكا أحمد بن حنبل إنسان غصن بينس مصنف عند الحديث فجأة ساعتين قريب حديث هر أك حديث وستين لكان يلتقول تقرأ عمل كرى ركزي يكتب حديث أمة وضع كانت بر عمل أدوث لكان أتوانان كي نسرود أك حديث ويني لحنا إيك سشكوس يعني حجامة البارة صندر طب إن خرب يسي صنانش تيه تحت بارة صندر رود نعك مرضو بشمي عمل كارني ملوك نويني كهين إن بغم الكور تيم حجامة كي أور إن بغم كي حجامة كورم أور إن بغم كي لكون بحديثي رو إمام أحمد بن حمد الوصن إسا كنن يعني أشكوس أنا حديث لكان سوچ اسلام جيس عمل كيرت یل سوایی دینی سری بنیاد ترین حدیث انتقال کنم یعنی ناویان این دوست من حدیث تیگا این باعث نیچورش پدی هوا یلی انسان چیز سامجی سالم حدیث نیا رفت اینی مس این سالی ما بیان کردم ابن عباس کن من کوتوم شکر بیان که ام آسمان سایه کتاب تورات انجیل زبور سوری ایمان سایه نه اون علمی کوران است من کنی کوران است من اگر کوران که خیری که نسمیل که ما هم تی صحیح علم تی پس کر بیان این سالی کوران و علمی که اگر سور تو سرود فاجعه اند إيه أنا كان سرد الفاتحة قريبة إمس أكوان من قبل أم القرآن مش قرآن مش موج إما إثنين سورة إيه أجر كان إنسان هي أم الفاتحة كما بيان كرنا أخ سورة مباركة أندر شو آية إياك نعبد وإياك نستعين بس السائل من الدنيا بس السائل من الدنيا إذا كان شو بيان كرنا يحد يمشي كلا بيان يعني أول ما نشور أك اعتبار شكران إمام أحمد بن حنبل رحمه الله بيان إذا كان إمام الشافعي شكرا بيان كي يصير حديث يسافر يعني خلص العلم خلص العلم مراد هو يعني تريمش ساش علم غسندر يعني تريمش علم شيء ثمانية بسر مهنت علم شكا سندر هي حديث موارد سندر وتم شكرا بيان كي يدو خلو ياسج جفان داخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه سكي سبتن بابا عند في غسان تكسي يعني اگر كتاب الطهارة عيسان قارن نيت مصرش كويت قارن صلاة عيسان فاكس قارن كاسي مصر عيسان نيت مصرش في كون جاي قارن بس تماما يعني تمن بابا اندر كيف كان داخل ايش كان كنا بيان عبد الرحمن المهدي رحمه الله تشكر بيان ينبغي لكل مدن ان اعتبارك هر اي قسم مصنف جزء كتاب لك يعني ان تقايدي يم حديث تشرو كارو في حديث فات من كده يمو نب كتاب من الغرن في حديث ايش ان يذكر يذكرون كي امام بخاري صبن كتاب من الغرن كده كشه دي هو كنا ولا عمل بالنيا امام مسلم يعني امام نووي انت بيسمع كتاب رياض الصالحين ده شو غرنك يو حديث مبارك إيه يعني إذا كان شو باري هو ولا ما هو ليش مت يعني كتاب إيه عبد الغني المقدسي في أمضة الأحسام مشهور كتاب هم درشوا موجود كل حديث يو باري من ده يا ثاوني كم كم أون عبد الغني المقدسي في أمضة الأحسام من الوارد نفس إمام بخاري أنت أون يو حديث إيه إمام شافعي ممكن إذا كان سبحان بابا عند شامل إمام مسلم كور بيان كيش يعني بني إذا كان شو عامل أربعة من ده ولي حكاول من الإمام ابن رجب الحمد لله رحمه الله فإن الشرات من ده المجد جامع العلوم والحكم في شرح حديث الخمسين حديثا في جاء في أصل الكتاب يمكن يم حديث هنا أصل في حديث عمل ابن صلى الله عليه وسلم شرح حديث
Osman Parnavan, Pachi Imo Pirvijama, Banamita, Jindai Tay. Pachi Imam Ibn Rajib Alhamdulillah Rahimullah, Tumshu Anan Jai Ur Hadith, Banaman Shimpanza. See? Pachi Lekha Iman Prajahanti, Imanti Bilekhantuman, Sharak. Tastavanawa, Jami Ul Ulumi Wal Hikam. See? Or, Fi Sharif Kamsin Hadithan. Yes, Isharashim, Isharashim Kuhin. Yes, Amut Alta, Yes Kitabi, Takriban Zahatan Sharah Amt Lekhna. Zahat Piti. تمش مشهور معروف يمزن شامس لكنا زهد تاين تمش شامس لكنا هذا الكذا مادر ليش مشهور تريني هاي ابن راجب صدني روني وشو يد حديث ما يمزن مصرع بيانا اشكارنا حديث ما فرمو إنما الأعمال بيشك أعمالا هن بنياد الأعمال كشو يعني عمل عمل شو كانتي سهي يكيدن زبوين سيد يكيدن يعني كنتي كحتي تانو سيد بيتن كان عمل يأتي عملات أقوال إنسان أفعال إنسان كهذه الدنيا إنسان أكره إنسان أكثى بالنية لباس ولا ما كان السببية مطلب كليه يأتي عمل شو يعمل شو أكثى سبب بناء إنسان جلنس إرادة جلسنا جلنس نية جلسنا نية كيش مراد النية بعضها من زمان مفرد النية أنا زمان يعني جمع نيات مراد شو كي إذا أنا من عملنا الدنيا النية تنتهي بعضو عملان هن بنياتي نيت بات تي انظر ما يشامل الفاظ النية مرادقة العظم يعني انسان سن فقط إرادة كارم جلس اندر كان عمل كارمك فان عمل كارب انو إرادة كارم انسان جلس اندر احسس كي ونان النية ونسي نية شو النية اندر اندر شن تلفز كي يعني زبون شد بين احكي انسان زبون شد ناس انسان من يقول يه عبادة يا بفرات سورة كارنوال وغيره تشن نية لامان شوال ذكر ماننا نية شد غابين شد نية كم جامل شد مثال غشون كم عمل شد أشهر مانو شد بوضن كم جامل شد نية كم جامل محبت كم جامل شد دلج إذا كنت نية كم جامل شد دلج إيه نبي سمويت مطلب نية كم كاننا دل سيتم ويني نية كم بار سندر شايت يتحاون ياد نية كيف فويدة شد نية كيف فويدة شد عضو نية ورنو فرويدشي كي تمييز العبادات من العباد رأسي سنان نية العمل عملي خطر نية كاري عملي خطر نية كاري سكي مطلب شي رحمد شي زر فرويد أقول تمييز العبادات من العادات ورنو نية ورنو فرويدشي اكسرو ديفرنسي حرك عباد تنت آتن درميان عمل شو كا انسان تا باتو مخندر تیس اخبار تین کورن آب استعمال سوی جا کورن استعمال سوی بار تین کورن استعمال سوری کن راو امدن تابی آخ نفر تین دکور ورابا سکن آب استعمال کمیس انسان سن کود گسل شفادا شا یک اس کے فرق نیت ایک کور گسل دو میش گسل جناب بیگ دو میش گسل کود میش جناب خطر گسل ایک دیک کور ان کو گسل کی موجود ٹھنڈک دس میالیں جو یوسی ونانش ٹھنڈک دس میالیں ان کیم خطر کور عادت یوزولی ہیبٹ تیس داس انسان سمکن خود خور غسل عبادت خدر ٹھیک اسے کہنے چھے مختلف چیز یم تے عادت چھے یعنی عادت یوزولی طریق سائن زندگی اندر تمام چیز کا موجود تو پہنچ سائن نیت آئے چھے اگر تعلق نیت گیا گو عبادت عبادت است عادت درمیان چھے کس کرا فرق نیت زبا اسے ابن عثمان رحمہ اللہ کرا بیان کی شارف نر بیان کرن کہ واریہ یعنی یم در عقل مند انسان چھنا اصلا عقل مند تم کیا تم شپنین عادتن کی بناوا عبادت مثلا تم چند بات تا لیم شما بات که مگر یه بنا احمد نیت ایسی بی کامه ایسی دزدست کامه نمیر این سیدن قوار بیه کالا پاسن عبادت کرد دیگه اینس میل اخر تکه مزوری بیاس انسان شو شکوان حتی شکوان بیاس انسان شو ام خطر نگورست که تمیش عبادت که بنا عادت مثلا هر اکشی ما مجید مز آت کار نماز هیچ اصلا مجید مز کار نماز مر امیشی نیز بشکر اللہ سسن خطر هر اکور شکر نبیسیم پارد سیلی میرسا کالیج پارد کرد هر اکشی بچ لاغوین ایسی پرسن دو بطق بچ کرد ایمس میلے آسن در کی؟ نا اگر یہ آسن در کیا کہہ ہے؟ عادت مظلم شکار دنی کیا بناوئیں؟ عبادت ٹھیک ہے ورنب فیدیش نیتا شکر فرق ایک انسان ہے آج تفت عبادت اندر غیم فیدی یوزن شیش دیش باب کرا فکھا بیان یہ اس پارونا مثال کتاب صلاة نیت مصر تاچنی ہم اخلاص وغیرہ بیان کرتا ہے شنگو لیو چیز بیان کرنا یمی دویم فرید یوزن سچ کرا فکا بیان سگو تمییزن بین مراتب العبادة تمییزن بین مراتب العبادة یعنی عبادت کن رتبن درمیان تمییز عبادت کن رتبن اشنا مطلب مختصر زد لحظت ان حدیث من موجود مجھ چیز عبادت کن رتبن مست تقسیم یعنی فرق کیا مطلب گو عبادت کن رتبن مست
كان انس مثال يمساتن ايس ظهر نماز بديوان كيس ظهر نماز مقليت كان شاكتا انتو نماز يحسن ريتي انتو صور ركات ايدي ووت بيت بارن بيت صور ركات دانو ايش نهيشي دانو ايش نهيشي صور ركات برابر دانو ام دايز دانو وكوش ايس قمت كوش ايس فارز يكوش كير فارق كير نير لو اباد كن رتبر مصر كوش كير فارق نير اشتو روز در بيهوان ايشا نقل روز ايسي إذا أنت نظري هند روز يمكن تروز شو يكون كيف فرق؟ يهان شكرا فوقها بيان. تريم يزن إيش أكثر بوزا مش كتب بنو غير أندر نير شو ضروري مطلب هو تشمان يعني الإخلاص تمييز المقصود من العبادة. يا تمييز أتران يندر أستفنان كي النية للمعمول له يعني نية كارين كي أستمتن كدرش عمل كارين نية كارين كي أستمتن كدرش ياش كارين عمل كمتن كدرش كارين عمل اخ انسان کرے عمل دنیا ی کن جی بدل کرے سن خاون موجود کی اخ انسان کرے اللہ تعالی سن موجود دا یعنی عمل اگر اخ انسان اللہ تعالی سن قدر عمل کرے تیل میل سن موجود یا چھ مطلب کی سمجھے وا یعنی عمل کے سر قبول یعنی نیت کرے اگر اخ انسان ان پر نقل نماز دنیا مگر اس پر دین رہے نہ کہ تا اس میں مسئلہ ہوا بو کہ اگر اخ انسان نقل نماز نہ رہے ٹھیک بے کہ بیا خپوی کہ نمیش فرض نماز پڑھن کہ یہ کہ انس نقل سے فرض کرے در فرض سوژینه که نسل پیدا. یعنی که مس مطلی ایمان سر نیمه موجود. اما چه ایمان؟ رسانه که نیت وگر یه ایباد کیم. یه آخ گرنه گو فکر نیشن. دیم گو اخلاص بیکاسن ایباد نه. ریاض کنی بیش ناسن. دنیا طلبی بیش ناسن کیم. کشی تری مقصد نیتو. دیم تری مقصد ویم. کی؟ پسی بیار مقصد کی اصلا اینکه ال مقصود من ایباده. نیت سه چه ایست من که اچه مقصد چه؟ مقصد که اچه؟ کہ انسان شو اس جہاد کرن ٹھیک جہاد اندر جن مقصد کہ اللہ تعالی سن کے لیے کرن بولن دین کرن بولن اس شو جو مقصد تھی مگر اس اصل تھاوا دبان شنا اصل جن دینی ہے کہ اس میں مال بھی نہیں ہے اس دنیا کی چیز ہے کہ اسے کہ جو انسان یہ شو صلہ رحمی کرن یعنی اس تو بات ہے کہ اس میں کیا ہے دین نیت اللہ تعالی وہ زخم روز جو اخلاص مگر اندر تھاوا یہ چیز تے دبان کہ یست اصلا رحمی کران شن لگی سن فرمو که تمیت میل دنیا سنده رزق داده تنامو حدیث اندر بانده یست اصلا شن رزق اصلا تی عمری مز بارکه سیر رزقی بایت کنس بو یست امکنو دو مقصد که امید گوار نیت اندر ریا داکل امید گوار نیت اندر شرک داکل ایش دنیا ای مقصد یست نگی سن قرآن بیار بو عملا شتن زکسن اخ عمل چی سو یست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا ای فایده چی بیان کرد بیاست عمل شست یکم تو مدنیایی فایده کور بیان یکم تو مدنیایی فایده کور بیان دنیایی فایده مثالی میزد اگر او دنیایی فایده بیان اگر اصلا انسان تای الله تعالی سنت رضا سرچ تای سو دنیایی فایده مربوط نداره پس ریا سنت لیوان اگر چنین اجر میل کام که عمل و عمل وگر اشکار بیان اگر اجر میل کام مگر من بربادی گشت عمل این بطن چی بیاق مسئلہ ایوان یہ نیتو کی مسئلہ شوان کہ یل من نیت روید صحیح خالص اللہ تسنی خدر کہیں تیلی ویس انسان کس مز کی پی ریا کری مز کیا ار ریا آو مسئلہ کی یل انسان اس عبادت اندر کیا کری ریا یا تخشب رہی شرک خاون موجو کیسے انسان عبادت زیرت وغیرہ کیسے سجدیہ کانسی کنج عبادت اندر صدق و روز زکا یل انسان اس ریا تو عبادت اندر کیا انس عبادت شدیل باطل ہجانا ونن کی عبادت انما الاعمالو بے تک سارے عمل کیا مطلب ہو انما الاعمالو مقبولت او مردودہ بالنیا عمل شم مقبول قبول یا شم مردود سبب نیت سمجھا ایمان نیت یا انما الاعمالو مصابہ یا شم سواب یا شم سواب نیت سمجھا ایمان اندر میں ویل کان انسان شو این از گو عملی اندر چه درکت ریا که امس عمل گیا برباد اختر حال این رو راجب کنا بیان اخ انسان چه اشکران عملی اختر بنیا دی ریا کری تا اشکران مثال نماز از دیوان کنی مثال صادق دبان چکی میں بس لوگ کرن تیری میں بس لوگ سامل مطلب این اعتبار گا این که کر گوڑ نقی عبادت عبادت تی کار بنیا دی پتے ریا پر گا ایس گروپ ایس شرک دویم شکل چیسی یمیس یش منافقان هنچو ریا 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 اول منافقی دویم شکل چیسی یم عبادت کر اصلا چیمیس الله تعالی روید کرد مگر من بعض عبادت اصلا توی این ریا یک سالتن شکل جد خاص را فکر میکنی امیش الله تعالی روید کرد مگر این اول دن تگانه امیش باید سریم چوشن ام تو لو بیا خاص را بیم یک و نیتیم بیا بزن دویم اصلا چی است امیش ریا که امیش سای عبادت شبوده نه امیش گشت دویم نو
یتھ نہٕ أمِس تیٖژاہ آسہِ ٹھیٖک. ترٛیِم چیٖز چھُ کانٛہہ اِنسان چھُ یہِ چھُ پَران نِماز, یِتھُے أمۍ عبادت کٔر, یعنی یہِ أتھۍ منٛز بیٛاکھ مِثال, اَکھ اِنسان چھُ أمۍ پَتہٕ نِماز زٕ رکعت پَرن, اَتھ منٛز چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, مگر ترٛیِم گوٚو نہٕ أمِس باقٕے یَپٲرۍ آسہِ باقٕے, أسۍ کَرو زیٖٹھ سٔجدٕ, زیٖٹھ رُکوع کَران, زیادٕ قِرات کَران, أمِس کیٛاہ ترٛاوو اَتھ اَنٛدر رِیا. زٕ رکعت پَرِ أمۍ, ہُم چھِ أمِس سلام پھیرنہِ, أمِس ژور پَرنہِ یا ترٛےٚ چھِ أمِس پَرنہِ, گوٚو أمِس تانۍ نٮ۪صفَس منٛز ٹھیٖک. اَتھ بارَس منٛز چھُ علماء کَران بیان کہِ أمِس گٔے یہِ سٲری بُرباد. کیٛازِ یۄس یہِ عبادت چھِ نِماز, یہِ ما وَسہِ اَکھ رکعت دۄیو برٛونٛہمو وغٲر نَکھٕ. یہِ سٲنۍ شکٕل چھِ سُہ گوٚو اَکھ اِنسان یہِ چھُ عبادت کَران, مگر عبادت کٔرِتھ چھِ أمِس یِوان رِیا ٹھیٖک. أمۍ کوٚر نِماز, أمۍ کوٚر علم حاصِل, أمۍ کوٚر کانٛہہ تہِ چیٖز, أمۍ کوٚر بوٗز دَرس, مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس دَپان چھِ وۄنۍ مۄکلٲیِتھ کہِ وۄنۍ لوٗکھ گٔے دَپان یہِ آو دَرسَس اَنٛدر آز ٹھیٖک, أمۍ بوٗز آز, یہِ چھِ علم کَران حٲصِل. أمِس تَرنٕے پٔژِتھ یہِ چیٖز, اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ حُکُم, أمۍ عبادت گژھیٛا بُرباد؟ نہ, بٔلکہِ أمِس چھِ الگ گُناہ ٹھیٖک. تَوَے چھُ مطلب یِتھ کٔنۍ قاضی خۄدا عیاض احمد چھُ کَران بیان, تِم چھِ کَران بیان کہِ یُس اِنسان عبادت کَران چھُ کہِ پَتہٕ تٔمِس چھُ یِوان سوال کَرنہٕ, اَکھ اِنسان چھُ عبادت کَران ٹھیٖک, مگر یہِ چھُ دَپان ترٛاوان پَتہٕ عبادت, دَپان بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ عمل کِہیٖنۍ کیٛازِ مےٚ چھُ رِیو ختم, خوف چھُ مےٚ تَمیُک رِیا کٔرِو ہُنٛد. کیٛاہ عمل یہِ ترٛاونہٕ رِیا کہِ خوف سۭتۍ؟ اَکھ اِنسان ژاو مسجِد اَنٛدَر ٹھیٖک, مگر یُس یہِ مسجِد اَنٛدَر ژاو, أمِس چھُ وۄنۍ ٹوٗپۍ لاگٕنۍ مسجِد منٛز, فار ایٚگزامپٕل حالَس منٛز ٹوٗپۍ سَنت فار ایٚگزامپٕل ٹھیٖک, أمِس چھُ لاگٕنۍ, مگر یہِ أمِس چھِ گژھان خوف, سٲلِم دَپان ہے یہِ چھُ بیکھ نَفر, أمِس ژارو, أمِس کَمیُک خوف چھُ وٕنہِ, یہِ دِیا کِنہٕ یہِ دی نہٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَران, یہِ چھِ رِیاض اَتہِ عبادت اَنٛدَر ژور شکلہٕ بَنہِ نہ اَسہِ, تَمہِ چھِ گٔے عبادت باقٕے. کیٛاہ رِیاض کہِ خوف سۭتۍ ترٛایہِ اَکھ اِنسان دَپہِ مےٚ چھِ گژھان خوف اَتہِ رِیاض, یہِ چھُنہ صوٗفی وَنان آز, اَکثر صوٗفی چھِ وَنان یہِ أسۍ پَرو نِماز, یہِ کیٛاہ تارِ لوٗکَن ہاوُن, أسۍ چھِ أنٛدری پَران ٹھیٖک. کیٛاہ رِیاض کہِ خوف سۭتۍ ترٛایہِ اِنسان عبادت؟ نہ, تِم چھِ کَران بیان کہِ یُس رِیاض کہِ خوف سۭتۍ عبادت ترٛایہِ سُہ تہِ چھُ رِیاکار, یُس لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ عبادت کَرِ سُہ تہِ چھُ رِیاکار, اور نجات چھِ اَکھ اِنسان بَچومُت دۄنوٕیو نِش, اِنسان کَرِ یعنی کوٗشِش. بیٛاکھ شخص چھُ یہِ چھُ نِماز اَنٛدَر نِماز, یعنی عملہِ اَنٛدَر ٹھیٖک, أتھۍ عمل یا حجَس اَنٛدر کُنہِ جایہِ روزان اَنٛدَر, أمِس چھِ آسان رِیا, مگر یہِ ہیٚکہِ بٔچِتھ اگر یہِ أتی رِیا کَرِ دوٗر, سَمجھ چھا یِوان, نِماز اَنٛدرٕے کَرِ, أمِس آو خیال کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ, یہِ ہیٚکہِ دوٗر کٔرِتھ أتی, أمۍ سٕنٛز عبادت چھِ ٹھیٖک. گۄڈنیُک مَسلہٕ اِن نمبر اعمالو بِلنِیا, زٕ چیٖز ؤنۍ اَسہِ اَنٛدَر, نیت مقصد کیٛاہ چھُ اَمیُک ٹھیٖک, نیتُک مقصد کیٛاہ چھُ, ژور ترٛےٚ مقصد کٔرۍ أسۍ بیان. پَتہٕ ووٚن اَسہِ کہِ اگر نیت گژھِ بُرباد تیٚلہِ کیٛاہ پیٚیہِ أکِس اِنسانَس, یہِ پیٚیہِ کَتھ اَنٛدَر رِیاض اَنٛدَر, اگر رِیاض اَنٛدَر پیوٚو تَتھ بَنَن ژور شکلہٕ ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ, نبی صٲب فرمو کہِ ییٚمۍ ہِجرت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ رسوٗل سٕنٛدِ خٲطرٕ, اَتھ چھُ یِوان زٕ بیان کَرنہٕ, ییٚمۍ ہِجرت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, ہِجرت کَتھ کیٛاہ وَنان, حجرا یہِ حجر مُراد گژھِ چھوڑنا کانٛہہ چیٖز ترٛاوُن ٹھیٖک. ہِجرتَس چھِ زٕ قٕسٕم, اَکھ گوٚو ہِجرتُن حِصِیا, بیٛاکھ گوٚو ہِجرتُن معنویہ. حِصِی ہِجرت گوٚو کہِ اَکھ اِنسان چھُ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھان, اَکھ جاے ترٛاوان بیٚکِس جایہِ گژھان. بیٛاکھ گوٚو معنوی, معنوی مُراد گوٚو اَکھ اِنسان چھُ اَکھ عمل ترٛاوان, یہِ چھُ گۄناہ ترٛاوان, یہِ چھُ گژھان کَتھ کُن ثوابَن کُن, اَتھ چھِ ہٮ۪وان ہِجرت, یہِ ساروی کھۄتہٕ بہتر ہِجرت, اَکھ اِنسان ترٛایہِ گۄناہ, یہِ گژھِ کَتھ کُن, اَتھ چھِ وَنان معنوی طور ہِجرت ٹھیٖک. یُس ہِجرت چھُنہ یَدُک مُراد اِسلامَس منٛز, یُتھُے بوزان چھُ ہِجرت, ہِجرت چھِ اَسہِ مُراد اِسلامَس منٛز, ہِجرت چھِ اِسلامَس منٛز مُراد, سُہ مُراد گوٚو اَل اِنتِقال مِن بَلَدِ شِرکِ وَل کُفرِ اِلٰی بَلَدِ اِسلام, اَکھ اِنسان ژَلہِ شِرکہِ کِس شَہرٕ منٛز, کُفرِ کِس شَہرٕ منٛز, اور گژھِ اِسلام کِس شَہرَس منٛز, اِسلام کِس شَہرَس منٛز. یا دوٚیِم کِن بیان چھِ کَران شارح اِبراہیم عالی شیخ کہِ اَکھ اِنسان ترٛایہِ بِدعت, ییٚلہِ بِدعت آیہِ زَبردست کَلہٕ تُلِتھ رۄپیہِ آسہِ یِوان سنت عمل کَرنہٕ, سُہ ترٛایہِ گژھِ کور کُن, یعنی توحید کِس شَہرَس منٛز سنت آسہِ یِوان یِوان کَرنہٕ. ہِجرتُک حُکُم کیٛاہ چھُ, ہِجرتُک حُکُم چھُ, یہِ چھُ فرض, یہِ چھُ فرض. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کُنہِ مُلکَس اَنٛدر عبادت آسہِ یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ آسہِ زَبردست بیٚیَن بُنیٲدی عبادتَن, نِماز روز جمعہ چھِنہٕ دِوان پَرنہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ چھِ فرض أکِس اِنسانَس نیرُن, مگر تَتھ چھِ کَنڈِشَنٕز, تِمَن چھِ یِوان, تَتھ چھِ کیٛاہ کَنڈِشَنٕز, تَتھ چھِ کَنڈِشَنٕز, اَتھ اِنسان کَر ہیٚکہِ نیٖرِتھ. أسۍ کیٛاہ چھِ کَران وٕنکٮ۪ن, چھُ وٕچھان مُسلِم اُمَت کیٛاہ پرٛابلِم چھِ, مُسلِم اُمَت چھِ یورَے چھِ گژھان, مِثال سٲنۍ جوان باقٕے چھِ گژھان تَمہِ آیہِ سورُے, یِم چھِ گژھان کٲشِر مُلکَن اَنٛدَر پَرنہِ, تعلیٖم پَرنہِ, چھِنا گژھان, اَتھ چھِ کَنڈِشَنٕز کیٚنٛہہ, کُس ہیٚکہِ گٔژھِتھ, تٔمِس گژھِ آسٕنۍ یہِ اہلیت, کیٛازِ کہِ نَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِنا یِم اورٕ چھِنا یِوان, گۄڈنِچ مِثال یِیو تۄہہِ سَمٕجھ, سُہ گوٚو یُس یعنی تَملہِ اَپور چھُ کَران تٔمِس چھِ زبانٕے بَدلیمٕژ پَتہٕ, مِثال ییٚتہِ چھِ گژھان کانٛہہ گامُک شَہر,
شور وسان دایری دشمن اصلا نام بیزن این زبان یادم بدل می‌کنم سری آقا یه لیکی روتی رایته که روتی می‌نیم نیابر چی می‌کنند تمیز تهون تهذیب راتم تهون کالچر راتم تمیز شایان یه سوری راتم تام و تمیز تهون دینی راتم تمیز که آسان از مسلم امت اندر داره چی که ایراک انسان گفتن ایتی اشروع اشی که کندیشن است که بیاد تام توش نفر کی یوزن آج جای پن پانه کی بچوید که ونی تی هجرت کرد آخرین شیتی میگم فرمو لا هجرت بعد یعنی من بعد یومی ایستی دو فرد سعیت هجرت این مراد دن هجرت چیه نه هجرت چه مطلب شو مراد که مکه هست کولگه نه هجرت که مکه پر گه نه هجرت که چه که مکه بنا و اسلام مشهد دیروز همیش قدره اسلام مشهد یه آواز تامل که هجرت یه نکته ایش میگم مثال شو گرد کر اصول بیان هر یک انسان میرسی دیدن کور عملی اندر ایشان تکراری جمله که بعضو کر بیانش تکرار وردیش کاف ریپیتی و کارنه بعضو کر بیانش تکرار که بلکه تاثیر و اصل شی جمله نریش تاثیر یعنی دادل جمله نبی صلی الله علیه و آله که هر یک انسان میل دیه سر عمل کرانش یه مسکت نیت کرانش یوز هجرت کاری الله تعالی خطر گو الله تعالی خطر مراد گو الله تعالی شهر کن دین خطر کاری جر دین هیچ نخطر کاری جر اصلا وانه یعنی دین هیچ نخطر کی هجرت کرد دیمش میل دیم اجر سه انسان دو کوین ملک بحث بیت ملک اندر ایلی مجلس کرنه این میل اجرت کی الله این پدا بیان کرنه پس هجرت او ایل الله و رسولی این پس هجرت شد الله تعالی این رسول است کنترل مر دویم آب بیان کرنه و من کاند هجرت او لدنیا یوسیبها ای مرعاتین ینکیها یه مشخصان و هجرت کر دنیا خود دنیا خود اشی دنیا نتیا که چیون سوری چیز نیم هر اخرینش نیم دنیا اند مگر پتا بود کرنه ای مرعاتین ینکیها یا کرون که زنی کر این سر کرده زدست اول ما کار بیان اگر ای اتای آیا دنیا هستی مگر چه ایله پد دنیا کرنه آلت دمای شدود بود کورس یاچ انسان ایتن دنیا ناتش ایتن زوی. سامشیم آن یعنی امکان داره که انسانی چیز کرده. آوی مرا ایتن یعنی که های یاچ اینی که زنین خطر که بکار انسان نیکا. پاتیا اوستر بانن فهیجرا تو ایلا دنیا انسان فهیجرا کلا دنیا از کوی یاچ انسان خاطر کرد. من نبی سمو کور نی دنیا لفظ ریپیت بیه. که خود آیا ریپیت کردن نکرد که زن ریپیت بیه کین. ایچه آل باین بیان کردن فهیجرا تو هو ایلا ما هاجر ایله. تا کون یک کون تیم فهیجرا کرد. دمیشتر کون. آشنا علماء کنن بیان که این که نبی سمت یعنی ایش حکار حتیر چیزه دنیا که نبی سمت پنجم کلامان اندر آس زیاد تیریس یا اون بیان کرنه این آخر تیریس بود یه حدیث اشیا بیان کرنه سبب الورود از کنده مثال چونه مثال آخری کافن بیه آخرشان قرآن قرآن اشکان آیات رسول الله کشمش آیات آخری آیاتون ابتدائیه دیگه سببیه یعنی که آیات استومه تمگه تیز نازل یه لکه سبب کاو ٹھیک مثلا ہم کو زہار اللہ تعالی کی آیت میں جو سمجھنا شان نزول کے بنانے ٹھیک سبب نزول حدیث اندر کا آسان یہ کا حدیث کا بیان کرنا اصل کی وجہ یہ ٹھیک یہ واقعہ بنا احسن سبب ورود کیسے سبب الورود یہ حدیث کار آو یہ کیا بیان کرنا اخبار مہاجر ام القیس لو اکثر اخشفت اکثر صدر ابن بکر ہجرت هجرت که ایت کاره دوباره هجرت کار به ام موجود که ایت کمیش وقت من نکاح کردم ایت خاطرون داشتیم از ناو قایس یعنی ام القایس تیر دوباره یه لیم یه بنا و مقصد سوای هست ای حدیث معرفت بدن کمیش شخصی ایت منان مهاجر ام القایس یکو سه یه هجرت کردیم سن خطر ام القایس کردیم شما بیان کنم سبب ورود مگر کم شان نزولش نه سه قرآن تن آیت ضعیف هم بیان کرد ایت که انسان حدیث انت سبب ورود ضعیف کانو بیان تا هم داشتیم مثال یه سه یه اصلی شرط سبب ورود ایشان صحیح خلاصه اندر سایده که ثانیا من مثلا یک حدیث کریتی از حدیث اندر چه فایده واریه درست فایده تقریبا یک حدیث کریتی اما چه آو نیت کسیز برای تاز مصنف مصنف تنبتن حدیث تیک اصندر یعنی که لفظن مترجم بی النیه تیک نیتی صور مقصد که بی بیاب چیز یعنی درشل که سریعه تا صور شکل تیک تیم حکم اور بی هجرت ٹھیک اور هجرت ایک قسم بے امپاتن آخرت پٹھن اکن اللہ بے کے رسول بے کن کیا الدنیا او امرائتن ٹھیک انشن بے زو مشیوا ناس از زیاد زرق بایش نشیم انشن سبحانک اللہم دیکھ اشتن لا ایلہ الا انت رحمت اللہ